صوت الأنابل سألت ماما قالت لي جيش غدر وقاتل وانا بين خواتي سمعت صوت الأنابل سألت ماما قالت لي جيش غدر وقاتل طلعت بصيت في السماء لقيت ورق مرمي علينا سألت ماما قالت لي بيقول سلموا تبقوا في عينينا وسألت تيتا بوشوشة ازاي يا تيتا نستسلم قالت لي نرفع عربية بيضا فوق بيتنا وبلاش نتكلم وواحدة واحدة أخدت طرح التيتا البيضة وطلعت فوق بيتنا وربطتها بشريطة وواحدة واحدة أخدت طرح التيتا البيضة وطلعت فوق بيتنا وربطتها بشريطة ونزلت أجري أوام وأنا حضنة لعبتي من خوفي قلت أنام تداريني مخدتي ونزلت أجري أوام وأنا حضنة لعبتي من خوفي قلت أنام تداريني مخدتي وشفت في الأحلام ورد وأمان وسلام وشفت في الأحلام ورد وأمان وسلام وصحيت على الألغام وصرخت جدتي وفضلت أجري وأنادي عالناس في قريتي أتاري الكل رافع رايا بيضا يا أمتي أتاري الكل رافع رايا بيضا يا أمتي أتاري الكل رافع رايا بيضا يا أمتي وأنا بين خواتي سمعت صوت الأنابل سألت ماما قالت لي جيش غدر